من بوابة التعاون المشترك والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب دخلت السلطنة إلى منظمة الأمم المتحدة قبل 50 عاماً، نصبت حضورها بالعمل المشترك في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق الرخاء للشعوب، ووثقت تعاونها بالتوقيع على العديد من المعاهدات والاتفاقيات. فمن دهاليز السياسة التي قادت الكثير من معاضلها باتزان المواقف إلى مشاريع البناء الاقتصادي والعطاء الفكري، تواصل السلطنة توطيد علاقاتها الدولية بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، مؤكدة الالتزام بثوابت سياستها الخارجية التي تركن إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية للغير واحترام القوانين والأعراف الدولية ودعم التعاون وتعزيز فرص الحوار بين الدول، وهو ما أشار إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطابه التاريخي الأول. وستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة، تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الرخاء والاقتصادي في جميع دول العالم. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمة الله ومغفرته، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات. تنمية شاملة ومستدامة جوهر الحوار وأساس العمل الذي بنت عليه السلطنة أهدافها الإنمائية إثر انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، فتمسكت بالبحث الدؤوب والسعي الملح خلف كل ما من شأنه أن يتسق مع رؤيتها التنموية داخليا وخارجيا، منطلقة من مبدأ ضرورة الانفتاح على العالم العربي والمجتمع الدولي، مسترشدة بمهام الأمم المتحدة ووكالاتها في العمل على دعم التنمية المستدامة والالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية، مولية اهتمامها بقضايا التغير المناخي لتخرج بما آل به على الشعوب من تأثيرات إلى نطاق البحث عن حلول، مرسخة جهود العمل على أرضية المصالح والمصير المشترك بين سائر الشعوب والمجتمعات. عضوية السلطنة في الأمم المتحدة عززت حقيقة من مكانة السلطنة على المستوى الدولي، وأيضا عززت من التعاون القائم بين السلطنة والأمم المتحدة. العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة بمعظم دول العالم هي عامل مهم وعامل أساسي في سعينا حاليا من أجل استغلال هذه العلاقة الطيبة مع هذه الدول لتعزيز الفوائد والمكاسب الاقتصادية. 50 عاماً غزلت خلالها السلطنة خيوط التعاون العالمي المشترك بالقول والفعل، منذ أن رفرف علم سلطنة عمان على باحة مبنى الأمم المتحدة، فأضحت عضواً فاعلاً سارت بنشاط عملها في المنظمة ومختلف وكالاتها وأجهزتها على النهج الذي خطه السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، الذي أيقن أن عمان جزءاً من العالم تسر لما يسره وتأسى لما يضره. قبل الدخول إلى الأمم المتحدة والتصويت على دخولنا، كانت هناك جهود بذلت من قبل جلال السلطان المعظم رحمه الله وطيب ثراه السلطان قابوس بن سعيد، وأيضا رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ذلك الوقت المغفور له السيد طارق بن تيمور. في 7 أكتوبر طبعا تم التصويت على دخولنا في الأمم المتحدة بأغلبية 117 صوت، تم القبول، وبالتالي دعي الوفد رسميا لأخذ مقاعده في ضمن وفود الأمم المتحدة، وتوجه المرحوم سيد طارق إلى منصة أعطي الكلمة وألقى كلمة وأكد فيها دعم عمان للأمم المتحدة وشكر الأعضاء على
قبول عمان في الأمم المتحدة وأنها أصبحت الآن جزءا من الأسرة الدولية. انطلقت البلاد من هناك في إقامة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المختلفة. بعيدا عن الأضواء وفي مجال هادئ، أكسبت رصانة الكلمة في ميادين المحادثات السلطنة سمعة متميزة، فكانت ولا زالت محطة ثقة عالمية، إذ سخرت علاقاتها السياسية للتطوير الاقتصادي الدولي داعمة برامج الاستثمار والتنوع الاقتصادي بما يسهم في تعظيم الفوائد والفرص للداخل والخارج، ساعية عبر رؤية عمان 2040 في ترجمة التزامها الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أعوام من التعاون الدولي مدت جسور الوئام بما تبنته السلطنة من موضوعية التعامل مع جميع القضايا المجتمعية، والآمال تعبر بعضوية السلطنة في الأمم المتحدة إلى آفاق أرحب تضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً ينعم به العالم.